السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو درس جديد. مرحبا بكم في موقع www.easycore.com. غادي ندخلو في لي زانستريكسيون اللي تيكونوا وصل لو كور في الالغوريزم. كنتمنى تكونوا استوعبتوا الدروس السابقة، لأنك لم تستوعبتيهاش. بدا ما تزيد لقدام، نصيحة من عندي، رجع لور شوية وقرا داكشي وعاد افونسي معنا إن شاء الله. ابخي سا غادي نشوف هاد لافيكتاسيون. لافيكتاسيون شنو هي؟ لافيكتاسيون ديفينيسيون ديالها سي لو رول ديالها، هو الدور ديالها، هو لو رول دو لافيكتاسيون اي دو ميتر اون فالور دون ان امبلاسمون. لي جينا ترجمها بالعربية، غادي نقولوا ان الدور ديال الافيكتاسيون هو انها كتوضع لنا واحد القائمة في واحد المنطقة معينة كنحدوها هنا، يعني وضع واحد القائمة في منطقة. هي جينا نترجموها باللغة ديال الالغوريثم، هي وضع قائمة في متغير، هذه هي الأفكتاسيون. سيتو وضع قائمة في متغير في منطقة لو كور. سيتو غادي نشوفو ليكزومبل باش تزيدو تفهمو. ألغوريتم سميتو أب القادر، فاريابل كاين هاديك أو خاطئة، ردوها أ. فاريابل درنا واحد فاريابل في منطقة ديكلاراسيون، علمنا على وجود ديالو، النوع ديالو اونتي إكس اونتي، عندنا على وجود ديال واحد كونستانت ماكس. كيف ما قلت لكم، الكونستانت كتعطيها قيمه في منطقه ديال الديكلاراسيون، تبقى قيمه ثابته ما كتغيرش على طول البرنامج، ويمكنش. المهم كملوا. كونستانت ماكس ايغال ديس، لو تشيب ديال سيت كونستانت اونشي دي بي. دي بي منطقه. دابا ندخلوا المنطقه ديال روكو دي بي. في الدي بي نجيو غادي نعطيو، غادي نافيكتيو، هي دابا نقوم بعمل الافكتاسيون، يعني غادي نوضعوا واحد القايمه في متغير. هذه هي العمليه ديال الافكتاسيون. يعني دابا شوفوا عندنا المتغير اكس باقي خاوي، ما واخد حتى شي قيمه، حنا حطيناه غادي نعطيو له قيمه اكس كتافكتي لنا جوج، يعني اكس عطيناه قيمه رقم جوج. صافي، هذه هي الافكتاسيون. واحد معلومه نزيد نضيفها لكم، كيف ما كتعرفوا ان هاد اكس راه النوع ديالو هو اونشي. مثلا جينا قلنا اكس عطيناه واحد القيمه عباره عن السلام عليكم. السلام عليكم راه ماشي اونشي، كما كنعرفوا اونشي راه هو عد صحيح طبيعي. السلام عليكم راه ماشي اونشي، السلام عليكم راه شين دو كاركتر، يعني هذه كتابه خاطئه، كتابه خاطئه. بما انك غادي دير لافيكتاسيون خصك دير، خصك تحترم لو تيب ديال لو فاريا. هو بحال اللي قلتي شي صندوق، صندوق كيخشي غير هذاك لو تيب اللي عنده هو اكس، هو واحد صندوق كيخشي هذاك لو تيب، يعني فاريابل يمكن تافيكتي له غير هذاك لو تيب اللي حطيتيه انت في المنطقه ديال الديكلاراسيون. سيتو مثلا الماكس، الماكس كيف ما قلت لكم قبيله ان الكونستانت كي عنده قائمه وحده على طول البرنامج، مكنش تحط هنا ماكس ايكال 10 وتجي وصلو كور وتقول ماكس افكتي له 7، يعني ماكس غادي يولي 7. ماكس راه هو 10، راه كتابه خاطئه. هادو اللي في القروه الحمراء راه عباره عن كتابه خاطئه. كنتمنى تكونوا استوعبتوا القضيه. هنايا في هاد الاطار هذا قمنا باعطاء قيمه جوج الى المتغير اكس، هادي باينه اكس ايكال جوج. صافي سيتو، تسالى الدرس. شكرا لكم، استفدتوا. مع السلامة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.